أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المبتلى بالتدخين ولكن لا يجاهر به أمام أحد من الناس، هل هو من أولياء الله؟ وهل يستمر في طلب العلم؟ كما ذكرنا لكم أن هناك من يجتمع فيه الولاية والعداوة، ففيه من الولاية لله بقدر ما فيه من الإيمان والعقيدة الصحيحة، وفيه من العداوة بقدر ما عنده من المخالفات. والدخان معصية، الدخان معصية ينقص ولايته لله عز وجل إذا أصر عليه واستمر عليه، ينقص هذا. لكن ما نقول إنه عدو لله، نقول ناقص الولاية بقدر ما عنده من الذنب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.